السلام عليكم، مرحبا بكم نسل جيسكا. هذا هو هدف مولودية البيض على نادي بارادو في عقري. بارادو فازوا عليهم بضربة جزاء، شكرا لكم مولودية البيض على اللعب النظيف. ونتائج الجولة خدمة شبيبة القبائل إن شاء الله. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، وتركوا لنا تعليق. هذا هو هدف مولودية البيض على نادي بارادو الذي خسر في عقري دياره. رانا كيوكم النتائج الجولة 24 التي خدمت شبيبة القبائل. شكرا لكم مولودية البيض بالأداء والنتيجة وبعشرة لاعبين عادت بفوز ثمين لها هي، وأيضا خدمت شبيبة القبائل من بارادو، عقدت من وضعية بارادو وأصبح الآن يجري وراء المباريات نادي بارادو الشبيبة. إن شاء الله لو تحقق على الأقل تعادل الجولة في صالحها. وهذه هي النتائج: نادي بارادو 0 مولودية البيض هدف، وأمل الأربعاء 0 جمعية شلف 3 أهداف. جمعية شلف رميت القمامراني من جولة إلى أخرى. نجم مقرى 0 وشباب الوزداد 0. نتائج تخدم شبيبة القبائل 100%. يلا ديروا لنا لايك على الفيديو، أبوني في القناة، وإن شاء الله مربوحة للشبيبة في مباراتها ضد وفاق سطيف. سلام خاوتي.